كثير. محمد سعد عثمان قطره داخل السجن. دول ملوش قطره عن طريق منع الادويه، عن طريق مثلا يعني انا عندي سكر بقالي كام سنه. الشيخ مجدي كان يحكي لك انا ما كنتش باكل عشان خاطر ما يرفعش السكر عندي. هم اصلا هل فعلا مستحيل؟ خبز عادي. لا طيب انا عايز اقول لك على حاجه. لو انت دلوقتي اتيح ليك زياره لحبيب العدل داخل السجن وحسن محمود وحسام جبر، تروح تزورهم تقول لهم ايه؟ يا سلام ممدوح لهم حسبي الله ونعم. هل فعلا ان الله سبحانه وتعالى لا يملي للظالم حتى اذا اخذ ولا لم يفلته وكفى هذا؟ يعني كفايه هو كده كفايه اللي حصل لك، يعني كفايه يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا فيه يعني عجائب قدرته. انا مش هعمل وفي اكثر من كده عجائب. يا اخواني هو في حاجه في بس بالنسبه قبل ما ننتقل من هذه النقطه يعني اللي كانت الملاحظه حكايه لو تذكر ان الاخ لما كان يمرض بشده كان يجوا يقولوا له منخبط الناس تخبط على الابواب عشان يجوا يعالجوه يقولوا له لا لما يموت يكون ده هنا ولما يموت ولما يجي يموت يروحوا جايين وفعلا يقولوا مات يسالوا يتاكدوا مات طيب يجوا شايفينه في بطانيه ويروحوا ماشيين. فبقول يعني كل اللي حصل في الحقيقه يا اخوانا اللي حصل في الحقيقه ابشع كثيرا 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 من كل ما يمكن ان يقال. اللي حصل في هذه الفترة أبشع من كل كلام اللي احنا بنقوله ده، يعني احنا بنقول كده حاجات كده بناخدها دلوقتي دعابة يعني أو حاجات ذكريات، لكن اللي حصل في الحقيقة بشع 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 بشع. أنا كنت أعرف نوع الظرف بتاعي كان بيخشني متسرب إزاي؟ أنا الأخ كان يجي مرة جايب شريط الضغط بتاعي فكه الشريط حباية ولفه كده في قماشه كده صغيره ممكن يكون حاطه تحت بلطو حاطه في الشرط عشان يهرب لي علاج للضغط. هل فعلا كنت بتقوم يا شيخ اسواني بتخبئه الادويه حيث لازم اخبيها؟ يعني كان في فتره معينه الاطباء اطباء السجون يمارسون عليكم بعض الضغوط مثل مصطفى الشهاوي، فعلا هل الكلام ده حقيقه؟ وهل فعلا كانت البرشام يصرف بطريقه معينه بحيث لا تتمكنوا من تناوله بالطريقه اللازمه؟ لا هو اللي حصل عندنا هم ما كانوش عايزين يعالجونا فجم على كام واحد من هم ضعاف شخصيه اللي هم قدروا الامن ان هو يستملهم يعني وبعدين ادعوا كذبا انهم اخذوا كميه ادويه وفي محاوله للانتحار. وبناء عليه جت الاداره الطبيه اللي عندنا في السجن قالت خلاص ممنوع نتشال معاك علاج عشان في ناس حاولت تعمل انتحار قبل كده. يعني خدوها ذريعه وهم عملوا خدوها ذريعه كتم ذريعه. هي تمثيليه بحت. الولد كان لما قصدي كان يجيب الحاجه كده وعصب بقه هو ما خدش حاجه خالص. فطبعا دي جت على دماغنا احنا. الناس اللي عندهم سكر ما ياخدوش علاج، الناس اللي عندهم ضغط ما ياخدوش علاج، اللي عندهم كلى ما ياخدوش علاج. يعني جت على دماغنا احنا. وبعدين ايه لما تخيل مثلا لما يديك العلاج بتاعك يكون فرح منه. واحد غير متعلم يقول له دخله الساعه كذا هو الشاويش بتاعك الشاويش راح قاعد على الباب كسلان اني اوصل لك العلاج لغايه عندك انت وحظك بقى. يا عم تموت في 60 داهيه بلغوني لما يموت. محمد 30 سنه مرت وخرجت للشوارع امبارح والنهارده ايه اللي انت شفته اتغير في مصر؟ ايه اللي انت حسيته؟ انا ما شفتش حاجه. ازاي؟ انا بقول لحضرتك انا الفتره من اسم عين شمس لغايه بيتنا تقريبا حوالي 12 دقيقة. انا لا اذكر شيء خالص غير ما الاخ ايه قال لي اجيب لك مشروب من المحل ده. فانا بصيت على المحل. طب النهارده الشوارع الناس النهارده انا ما شفتش ناس. انا شفت ناس قدام وقادر ارجع خمس دقايق يعني بالاخر يعني انت مش حاسس بحاجة ولا حاجة مش مدرك ولا عربيات حوالين مني انا حاسس بيها هنا في حالة سهولة هنا ما انت رجعت الناس انا مش مستحمل العربية ما تشوفش عربيات. طبعا انت اول مره تركب عربيه ملاكي من 30 سنه. نعم شيخ محمد من غير ما هيفضل يكلمك على شرطه يعني ولا حسن عليك ب 30 سنه داخل السجن لو كان استمر ما كانش هيسيبك غير بص طبيعي لو مش سلطه قضيه الناس تحكم على حسن والله لو انت قاضي يعني تحكم انا لو قاضي تحكم عليك ايه؟ اقل واجب يعني بالعام لابد ان يحكم علي بيه اقل واجب وبعدين هو ما اكتفاش ان هو قتلني في السجن خدت بالك هو ما قتلش واحد هو لو واحد خدت بالك ممكن واحد يسكت في حق نفسه لكن الناس دي كلها اللي وبيدت على بالي 30 سنه انا لو في سلطه قضائيه ده ما ينفعش ان هو يعني حتى انه يعيش حتى احكم عليها شويه وبعدين انا مش قاضي ما انا بقول لك لو مش سلطه قضائيه ماذا تحكم على حسن المحكم؟
سأرسله فورا إلى جهنم وبئس المصير. بس لا 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 ما فيش غير كده. لا 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 فبيعينه. لكن ده لا ما فيش ده عنده بحث. ده اسمع يعني. ده عقوبة ربانية ان ربنا سبحانه وتعالى قال يستدرجه 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 لغاية ما وقع الوقعة السوداء اللي اتكعبل فيها. وجه حسن مبارك. طب هو على رأي الأستاذ دلوقتي أنت سجنت في أول ما استلم حسن مبارك الحكم. وفضلت حياتك كلها في السجن طوال عهد حسن مبارك. وخرجت بعد ما حسن مبارك ساب الحكم. يعني أنت سجنت طوال عهد حسن مبارك كله. يعني طول عارف حسن مبارك انت 30 سنة حكم 30 سنة سجن انت. وجه له رسالة. يعني انت وجه له رسالة كلمة. اقول له بس ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه ولم يفلته. وطبعا ما كانش يدرك هذه المعاني بس المعاني تحقيقك على ارض الواقع. طب انا عايز انت قلت لي معلومة. قلت لي ان اللواء احمد رأفت مدير اللي كان ماسك التطرف هو اسمه احمد رأفت. كان قال لك رسالة انك انت لن تخرج من السجن الا ميت. بص يا سيدي انا اول ما جالي جلطة في دماغي كنت في المستشفى المنيا الجامعي. فانا اول ما خفيت الحمد لله يعني سكت كده شوية بالجهود اللي حواليا. فكان معايا واحد ضابط من امن الدولة كان عمال بيتكلم معايا. انت عامل ايه؟ كويس الحمد لله. الحاج بيطمن عليك. وراح رافع الموبايل بتاعه قال لي سلم عليه. فرحت عامل له كده مسلم عليه كده ما اتكلمش انا بس كده بايديا. فجه الراجل كان بيقول لي كان قاعد بيقول لي يا محمد احنا عايزين نخلص الملف بتاعكم بتاع الجهاد ده. عايزين نخلص الملف. خلصنا ملف الجامعات الاخرى. اشمعنى ملف الجهاد ده مش عارفين نخلصه؟ يا محمد احنا عايزين نخلي الجماعه كلام براحه كده خالص. عايزين يبقى في قياده واحده تدي كلمة وناخد منها كلمة عشان نخلص الملف بتاعك. ده كلام الراجل. فجيت قلت له حضرتك أنا دلوقتي ماسك أنا مريض أنا عندي جلطة مخية وأنا مش واعي اللي حواليا. أنا طلعت معاش مبكر. يعني الكلام ده اتقال لغيري. أنا خلاص ما فيش عندي كلام. فأنا قلت له ما أعرفش أتكلم ساعتها يعني. فالمهم ظن إن أنا بتحكي عليه. فجي قال لحدها كده وقال لي طيب طيب يا محمد أنت كده آخر كلامك؟ قال لي لا على فكرة أنا ما بتكلمش مع أي حد. داخل كلامك طب خلاص يعني استعد بقى يا محمد او انك انت هتعيش الفتره الاخيره بتاعتك في السجن وقالك يستنوك بعد عمر طويل في الصندوق. مر الشهر واحد كان اخويا جالي في زياره يقول لي لو مصاب رفع الدم. انا مش مصدق. لو كنت متخيل ان كل الناس تموت الا هو. سبحان الله. سمعنا الحكايه المليونيه اللي جايه يا شيخ. أنا كنت خارج امبارح. لا المليونية اللي جاية عشان خاطر تطبيق الشريعة هتشارك فيها؟ إيه اللي منعني؟ أنا اللي منعني امبارح أنا جت لي أزمة قلبية حادة جدا 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 على امبارح. يعني خدتها نوم فترة يعني مش نايم مستغرق يعني نايم على السرير فترة والحمد لله النهاردة بقيت. طب يا أخوانا عشان ما نجيبوش تبقى تعبان. آخر سؤال يا أستاذ بس. آخر سؤال بس. أستاذ محمد دخلت السجن شاب كشاب مصري حاول يغير نظام الحكم المستبد والديكتاتوري وفشلت وخرج شاب كده وهو ما زال شاب. شباب مصر في 25 بغير الوسيله اللي انتم استخدمتوها غير مصر. شكرا ايا كان هم كانوا سبب. لا 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 مش ايا كان خلاص. خلاص استاذ احمد ايه رايك يا شيخ محمد ايه رايك في الثوره المصريه ونتائجها وتقول لي ايه للشباب؟ هو شباب برضه نفس الشباب زي كان زيكم والوسيله تختلف. انا هقول لحضرتك حاجه. احنا كنا عددنا قليل. ما كانش التواصل بيننا وبين المجتمع والتواصل بيننا وبين الناس. عشان كده النظام اللي مسكنا واحنا شباب طحنا سحقنا تماما. دلوقتي لما الناس بقت كتير واصبحوا بقى كثره خدت بالك هم فعلا قدروا يغيروا النظام. النظام ما ادناش فرصه ان احنا نبقى فيه كسرة او فيه لو خدنا نولنا كده. ولعل الله سبحانه وتعالى ربنا اخذ هذا النظام يستدرجه. يقول عز وجل سنستدرجه من حيث لا يعلمون. فعلا يستدرج حسن مبارك. مره الرئيس مش عارف بيحارب مين، مره الرئيس ناس بيطلبوا الاكل، مره يقول لك سيبهم ما هم مش بياكلوا، سيبهم بس احنا اللي كنا قاعدين بنطحن. كل ما تحصل مصيبه في حته احنا نطحن.
ناس طالعين في المظاهره نتضرب احنا، ناس عملوا مشكله في حته احنا كنا كامش في ده، بتيجي الكاميرات بتاعتكم كده تخش العنبر عندنا تصورنا واحنا بنتضرب علشان يبعتوا صوره لحسن مبارك يورونا انهم فعلا بيسيطروا على الوضع الداخلي في السجون والكلام من هذا القبيل. استاذ محمد بعد اذنك سؤال اخير، السنوات اللي كانت مغلقه عليكم الزنازين والتعيين او الطعام، لا انت مهتم بالتعيين معلش، واصل احنا يعني سمعنا معاناه شديده، كنتم كيف تتعاملون والزنازين مغلقه وهي فتحه بسيطه؟ هل فعلا كان في تواصل بينكم او في اخرام او في اي اشياء يعني وسيله الاتصال بينكم بينه وبين اخوانكم بينكم وبين اخوانكم؟ لا والله هو سبحان الله كان في ايه المبدا لما صمم تجهيزات جاهزه، فطبعا ضمن الحاجات الجاهزه ديت الحوائط الجاهزه لابد ان يكون في اخرام بين كل حائط الوش علشان يرفعها الوش. فالاخرام ديت لما جه المقاول عملها ما سدهاش، فكانت هي الوسيله بيني واللي جنبي، يعني كان الاخ اللي جنبي مني بيقعد سنين انا ما اعرفوش لكن اشوفه من فوق. طيب عشان بس الوقت عشان نلحق نعمل يوم ربنا من علينا وشفنا، انا بشوف انا متخيل في صوره كده في دماغي مش هي الصوره اللي ايه دي شوفي انا مفاجئ لما جيت لاول مره بشوفه بقول يا هو انت اللي بتديها جنبي؟ لا سبحان الله شكلك كان مرتاح. رحت بلاد التحرير يا شيخ الصوره؟ انا ما قدرتش امبارح كنت عملت دفاع رايح. لا هتعدي النهارده كده هعدي عليه. لا لا خدمه.